استاذ محمد صلاح، ايضا كمان المخرج الجميل يعني ابراهيم علوان ومحفوظ، وايضا كمان في حد بيقول لي ما تنسينيش، في احمد عبيد، في ماجد. فين ماجد؟ ماجد النحاس. طيب تعالى يا ماجد، ازاي ده الراس المدبر للموضوع كله. الله يخليكم، الله يخليكم، بشكركم يعني. طبعا استاذ محمد ابو عمرو رئيس التحرير، ويعني عايزاكم استاذ شريف، وقولوا بقى اسمائكم كلكم سريعا. علاء شعراوي، حسام الامام طبعا، دكتور حسام، وطبعا زميلنا الجميل اللي واقف ورا الكاميرا ده عشان نطلع كويس، احمد شداد، وفي فادي، فادي كمان مشي، فادي على الكريم كمان. طبعا طبعا، طب استاذ محمد شوقي كمان، كلكم كلكم، وكمان حسن. حسن ما كانش موجود من اول اليوم. انا بشكركم بجد، شكرا جزيلا. طبعا انتوا عارفين ايه السبب، ان انا رجعت بقى بعد رجلي، كنت عامله عمليه كبيره وحاجه كبيره كده. الحمد لله، بشكركم قوي، بشكركم جدا، لفته جميله وحلوه قوي. بشكر سياده المدير طبعا، بشكرك يا ماجد، متشكره جدا جدا. بشكركم مشاهدينا الكرام ان انتوا قاعدين معانا، بتتفرجوا معانا على هذه الحلقة المميزة المختلفة، يمكن على الأقل بالنسبة لي أنا مميزة جدا، من أحلى الحلقات اللي ممكن أكون عملتها في حياتي بجد. الناس دي ما بطلتش تسأل عليا، ما كانش كل يوم يبقى يوم ويوم لا، أنا بقالي تقريبا 4 شهور منقطع عن العمل. بجد مش عارفة أشكركم إزاي، بس أنا حاسة أن أنا هخرج من الاستوديو وقلبي مش قد كده زي ما قد، لا ده قلبي قد كده بجد. الله يسلمك، الله يسلمك، شاكره جدا جدا جدا. باي باي. هذا البرنامج برعايه